هذا أمر طبعا نشوف شباب كثير فده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرؤية واضحة، يعني رؤية التغيير واضحة. هو كل شيء مجرد شرط إيه؟ هو رد فعل، رد فعل ليه اللي بيحصل؟ رد فعل ايه؟ النهارده في ايه؟ بكره مش عارف في ناس هتحاكمه ونروح نعملهم مظاهره، بعده في هيعمل ايه؟ نعمل لا، هو عنده رؤيه للتغيير، ايه هي التغيير؟ رؤيه واضحه للتغيير. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث تنظيم الثوره، اللي هو شباب سائر. شباب سائر بس عايز يتنظم. يعني مثلا ايه؟ تلاقي واحد مثلا متحمس جدا 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 وبعدين اول ما يتجوز او ينسى كل حاجه يا عم عشان تسوي يا عم ده محمد شوقي اهو من سيشو او واحد مثلا شاب مثلا تلاقيه مش طالب وخيبه ازاي يا عم انت ما فيش قدوه طالب يعني لازم تكون انت شاب طالب زي طالب تكون ناجح في دراستك وسائر لكن انت تكون خايب وسائر فهو يعني هو بينظم وقته بينظم لوقته عارف ينظم وقته وعارف ينظم حياته مش مثلا اول ما يشتغل خلاص او ينسى بقى كل حاجه او هو يكون خايب اساسا لا هو يكون شاب قدوه مش بالكلام لا هو سلوكياته. الحاجه الرابعه اللي هو ان هو يرتبط او الحركه الشبابيه دي لازم ترتبط بالناس اللي تحت لازم ترتبط بالجماهير اللي تحت تعرف تكون الديتات ازاي؟ واحد عاطل حرق نفسه بس واحد عاطل ولا في السياسه ولا في حرق نفسه الشباب بتاع تونس التف خد النقطه دي دي كان بداية التغيير. داخل أفقه هم دلوقتي مقفلين كل المدارس والجامعات إن هو الشباب هو اللي هناك الحركات السياسية ارتبطت بالحركات الاجتماعية فبدأ التغيير في تونس اللي هي كانت آخر دولة يمكن أن يحدث فيها تغيير هي زي مصر. اللي بيعطيني أمل التغيير في مصر إيه؟ هو تونس. يعني تونس في الوضع أسوأ. هذه هي الشروط الأربعة للتغيير. اللي هو وحدة الصف، الرؤية الواضحة، إن الشاب الثوري ده يكون هو قدوة. ارتباط بالجماهير. وانا مش عايز اطول وافكركم بس بنشاط اللجنه الاسبوع القادم. هي ندوات غير تقليديه. يوم الخميس الجاي ان شاء الله يوم الخميس الجاي اللي هو زي النهارده عندنا ندوه اعتقد ان هي جديده من نوعها وهي امراض المعارضه. امراض المعارضه. الداء والدواء. دي ندوه هي في القاعده الصحفيين يوم الخميس الجاي الساعه 6. ويوم الثلاث يوم الحد 23 في برضه عرض كتاب جديد من نوعه وهو الطريق الى التغيير. هذا الكتاب لسه هينزل المعرض وما كتبوش واحد ده كتب مجموعه الناس اللي كتبوا هذا الكتاب بطريقه التغيير اسامه الغزالي حرب وسكينه فؤاد وايمن نور وغيرهم. هنستضيفهم ان شاء الله في القاعده الصحفيين ومع لجنه استغناء الراي يوم الحد 23. ونبدا بالتكريم الاستاذ اخونا محمد شوقي وانا اديه كده في هذا التكريم بسيطه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على اله ومن تبعه باحسان يوم الدين. في الاول يا جماعه لازم شكر واجب عليا اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي والناس اللي جت النهارده وكل حد حتى يعني كان معايا بمشاعر نبيله اللي انا شفتها على الفيسبوك او حتى في رسائل جاتني او الناس اللي اتصلت بيا لما خرجت. صراحه انا ما كنتش عارف ان ناس كتير كده بتتعاطف مع الواحد وناس كتير كده يعني بتحب الواحد وناس كتير كده متضايقه من الظلم والفساد اللي في البلد يعني لحد ما شفت بعناية يعني. انا مش عايز اطول عليكم بس انا يعني هتكلم في كام نقطه كده اساسيه. اول حاجه انا هحكي اللي حصل معايا بس بشكل سريع مش هحاول اطول. طبعا ناس يمكن عارفه الموضوع. انا ساكن في المعادي وموجود في دايره اسمها دايره البساتين. الدايره دي كان فيها انتخابات بين مرشحين حزب وطني اثنين. طبعا في انتخابات العاده كان في تزوير زي كل الدوائر. شعب البساتين زيه زي الشعب المصري ما بيقبلش الإهانة وما بيقبلش الظلم ما بيقبلش التزوير ولكن زيه برضه زي الشعب المصري يعني مغلوب على أمره لكنه جه في لحظة
واتخنق وصار، فطلع على الحكومه ورفض الموضوع ده. طبعا هم زودوا الموضوع شويه وبداوا يضربوا بالطوب وبداوا يولعوا في الحكومه، بس اللي كان في ايديهم هم ما كانوش شايفين حاجه غير كده. طبعا انا شفت الكلام ده، انا من المنصوره يا جماعه، في الاول صوتي مش في البساتين ودايرتي مش في البساتين، دايرتي في المنصوره وصوتي هناك، فقلت انزل انقل الاحداث اللي بتحصل دي، لان من حق الناس تعرف ايه اللي حصل. يعني لو الناس هي اللي ظلمه يعرفوا ان هم ظلموا الحكومه، ولو الحكومه ظلمت انا هصور فيديو، يعني مش هعمل حاجه. فنزلت اصور الاحداث دي، وبعدين دخلت سايبر نت عشان ارفع الصور دي، فلقيت الحكومه دخلوا علينا وطبعا خدونا وضربونا والى اخره. يعني اتخذت على الاسم، قعدت 4 ايام ضربنا جامد، دخلت رحت السجن قعدت 15 يوم وبعدها طلعنا الحمد لله. يعني انا بس بحكي اللي حصل ده سريعا كده، مش عايز اطول عشان عايز اطلع بنقطتين يا جماعه مهمين جدا. اول نقطه، انا مش ندمان ولا زعلان ولا متأثر، ولا كنت بقول يا ريتني ما كنت نزلت، ولا يا ريتني ما كنت اتخذت، بالعكس تماما. انا راضي جدا وبقول الحمد لله خالص، وعارف ان ده قضاء ربنا يعني كتبه عليا لمصلحتي، وانا استفدت جدا جدا من التجربه دي. يعني انا ان شاء الله قريب على الفيسبوك، يعني مذكرات مسجون عبر ومواعظ ان شاء الله استنوها قريب. بجد انا بجد شفت عبر كتير ومواعظ كتير وانا استفدت جامد. لكن مش هحكي بده كله، بس عايز اقول النقطه الاساسيه ان انا مش ندمان. بقول النقطه دي ليه؟ لان يا جماعه انا عارف ان كل واحد صاحب قضيه لازم تضحيه، وكل واحد صاحب قضيه وعايز يغير لازم يدفع ضريبه. فان كانت ضريبه الحريه سجن مره واثنين وثلاثه وعشره، انا عندي استعداد ادفع الضريبه دي عشان البلد دي تبقى حره من ايد اي ظالم. يعني النقطه الثانيه اللي بتكلم فيها دي بقى عن تجربه وعن خبره خدتها في الفتره اللي انا اتخذت فيها، ان الواحد زمان كان فاهم كده بقى ان هو سياسي وفاهم ومحدش يقدر يكلمه، والبلد فيها قانون. فاللي عرفته ان البلد ما فيهاش قانون، البلد فيها كوسه. فلازم نتعامل مع الامر ده بذكاء يا جماعه، بمعنى ان الواحد لا يقلل نشاطه ولا حماسه، ولا بقول لاي حد ان هو ما يشتغلش في السياسه او ما يغيرش البلد، بالعكس خالص. انا بقول للناس انا مش ندمان يا جماعه، وان اللي حصل ده ضريبه لازم منها، والناس كلها لازم تفهم كده، وكل حد عايز يغير البلد دي لازم يجتهد ويشتغل جامد جدا عشان البلد دي تتغير. البلد دي مش هتتغير بغيرنا، مفيش حد كده في الشعب تاني ولا واحد كده هيجي لنا من بره يغير لنا البلد. يعني البلد دي مش هتتغير بينا. يعني فاللي بقوله هنا ان احنا بس محتاجين، او انا شخصيا اتعلمت ان انا لازم اتعلم مع النظام ده بذكاء، ان انا عارف ان انا ابقى فاهم ان مفيش قانون، ابقى فاهم ان انا الحاجه اللي بعملها حتى لو صح حتى لو مش غلط انا ممكن يبقى ليها عواقب وخيمه. احاول اخد حذري، احاول اتعامل بذكاء، لكن في الاخر لو ابتليت لازم اثبت. الحاجه الثالثه والاخيره يا جماعه اللي انا خدت فيها قرار وفكرت فيها كتير لحد ما وصلت لها، ان انا في التجربه بتاعتي دي شفت ظلم جامد جدا. وان كنت انا صاحب راي وفكر وسياسي زي ما بيقولوا، وعارف ان الظلم ده موجود، فشفت ظلم وقع على ناس يعني صعبوا عليا، 5 اولاد في سن المراهقه، اطفال من سن 10 سنين لسن 16 سنه، تاخدوا معانا في القضيه بدون اي وجه حق، تاخدوا معانا بس عشان خاطر الحكومه جم في طريقها، ظلموا واتضربوا واتهانوا واهاليهم اتهانت عشان البلد دي ملهاش كبير والبلد دي ما فيهاش نظام. فدي حاجه بصراحه زعلتني جدا وضايقتني جدا. يعني مش الظلم الواقع عليا بس، لا، الظلم الواقع على الناس كلها. الشاب الثاني اللي كان نازل يجيب حاجه لاولاده خدوه في الطريق، الشاب التالت اللي بيتحامى في الضابط وبيقول له حضرة الضابط انا خايف اعدي وعايز اروح لبيتي وبنتي، يوم الضابط يقول له تعالى اتفضل ويركبه عربيه الترحيلات. البلد دي فيها ظلم جامد جدا ولازم حد يقف للظلم ده. فانا من مكاني دون انا بنادي كل الناس، وانا شخصيا نويت ان شاء الله ان انا اتحرك في الاتجاه دون. انا هساعد كل مظلوم، هساعد كل واحد هيخش السجن ظلم، هساعد كل واحد صاحب راي وفكر عن خبره. انا اللي انا شايفه يا جماعه ان احنا محتاجين يعني نعرف نعمل ايه مع الناس دي. انا شفته ان ناس كتير جدا كانت عايزه تساعدني وما كانتش عارفه تعمل ايه. ناس يعني فيها الخير وناس عايزه تساعد بس مش عارفه تعمل ايه. والناس الثانيه اهالي الناس المظلومين هم كمان كانوا متضايقين من الظلم اللي وقع عليهم ده، ولا عندهم وعي ولا في نفس الوقت عارفين يعملوا ايه. فانا شايف ان ده دورنا يا جماعه، ده دورنا كلنا، مش دور واحد بس، دورنا كلنا. يعني قد يكون يعني واجب على كل واحد، مش واحد يعمله عن واحد، ان احنا لازم نقف جنب الناس دي، نقف جنبهم مش بعد ما يتاخدوا،
مش بتكلم عليا، بتكلم عليا وعلى الثمانيه اللي هيحاكمتهم بكره، واللي هيتاخد بعد بكره، واللي هيتاخد الشهر الجاي، وابن ما يكبر ما يتاخد، وابن ابني لما يكبر. طبعا ده لو فضل بقى احنا عارفين مين المستمر. ما هو التغيير لو ما جاش فده اللي هيحصل.